السلام عليكم، برحب بحكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص. والنهاردة هتكلم عن نقطة طبية في غاية الأهمية يا جماعة، يعني في بعض لبعض الناس ممكن تبقى لها تأثيرات خطيرة جدا لو مفيش وعي طبي كامل. طبعا كلنا لسه مازلنا حتى في الجو المتقلب، وكلنا بنعاني من دور البرد من وقت للتاني، وعندنا مشاكل البرد بكل أشكالها من ألم في العظم وانسداد في الأنف وسيلان في الأنف وأحيانا كحة ومشاكل كبيرة في الجسم. عانينا منها كتير أوي الفترة اللي فاتت وما زالت موجودة لغاية دلوقتي. بناخد أدوية أحيانا من الصيدلية بشكل مباشر وأحيانا بوصفات طبية، ولكن في عندنا جماعة مشكلة خطيرة جدا لأدوية البرد. ممكن في بعض العيانين زي ما قلنا يبقى لها توابع خطيرة على العيانين. طبعا أدوية البرد اللي بناخدها في المعتاد بكل أشكالها التجارية، أنا طبعا مش هقدر أقول الأسماء كلها، بس على سبيل المثال دواء فلوريست، دواء نوفاسي، سيتال كولد أند فلو، ممكن بنادول برضو كولد أند فلو، كوماتريكس، خد بقى القايمة دي كلها. كل هذه الأدوية يا جماعة بيبقى فيها مادة الباراسيتامول وفيها مواد قابضة للشرايين لأنها منشطة لمستقبلات الجهاز العصبي السمساوي، وفيها بعض العناصر الأخرى زي المواد المضادة للحساسية. ركز معايا، مادة الباراسيتامول ومعاك كمان مواد قابضة للشرايين، خلي بالك دي بتفرق كتير قوي، مادة قابضة للشرايين وهي أخطر حاجة في الكلام اللي أنا قلته ده. مادة الباراسيتامول طبعا زي ما حكوا عارفين ممكن جسمنا يعني آمنة لغاية 4 جرام، يعني انت لو قلنا ان معظم مستحضرات الباراسيتامول في السوق يا اما 500 ملي جرام يا اما 1000 ملي جرام، فانت معاك لغاية 4000 ملي جرام، ولكن لا يفضل ان احنا نوصل للجرعة القصوى منها. وبالتالي خلي بالك احسب الكمية كويس علشان ما توصلش وما تقربش من الجرعة القصوى من الباراسيتامول، لانها لها تأثيرات خطيرة جدا على الكبد. بس مش هو ده اللي انا عايز اقوله النهاردة، اللي انا عايز اقوله هو التأثير التاني، التأثير القابض للشرايين في ادوية البرد، وهو ده اللي احنا مش عارفينه. ده خطورته ايه يا جماعة؟ خطورته ان هو ممكن يرفع ضغط الدم بشكل قوي جدا. كمان الادوية المنشطة لمستقبلات الجهاز العصبي السمساوي دي ممكن تعمل ضربات قلب سريعة، سواء كان بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عن طريق التأثير على الشرايين. وبالتالي احنا عندنا فئتين من العيانين بيبقى الوضع خطير معاهم جدا، يا ريت يا جماعه ناخد بالنا كويس جدا. اول حاجه مرضى الضغط المرتفع، تاني حاجه مرضى القلب. اول ما العيان بياخد الادويه بتاعه البرد حبايه او اتنين او غيره، يقول لك انا حاسس كده خبط في راسي من فوق، وعيان يقول لك انا حاسس رفرفه في القلب، ضربات قلب سريعه، ايه اللي حصل؟ ده كل الناس بياخد ادويه البرد. في نقطه بقى تاخد بالك منها مهمه جدا، ان ادوية البرد بترفع ضغط الدم. تاني حاجة بتزود معدل ضربات القلب لان فيها مواد قابضة للشرايين ومنشطة للجهاز العصبي السمساوي. اذا خطير جدا يا جماعة ان احنا ناخد ادوية البرد خاصة في السن الكبير، الناس اللي بعد 40 سنة اللي هم عرضة للضغط ومشاكله، والناس اللي عندها قلب ما ينفعش تاخد ادوية الضغط من نفسها او ادوية البرد من نفسها، ما ينفعش حضرتك. لازم الاول قبل ما تاخدها تطمن على ضغط الدم بتاعك، المفروض تقيس عند دكتور وتكون بتتابع معاه، على اسوأ الفروض بتتابع مع صيدلي متخصص او ممرض متخصص، وتقيس الضغط بتاعك قبل ما تاخد الادوية دي، لان لو ضغطك عالي سنة وهي هتعلي تدخلك في كارثة. شفاكم الله وعافاكم، بس الوعي الطبي مطلوب هنا. تاني حاجة الناس اللي بتاخد ادوية للقلب، ما ينفعش حضرتك تكون بتاخد ادوية ضغط او بتاخد ادوية القلب وتاخد حبوب البرد كده بشكل عشوائي، ده ممكن يعرضنا لمشكلة كبيرة. انت ممكن تاخدها بامان بس بشرط تقيس ضغطك وتطمن ان الضغط كويس، ان شاء الله تاخدها، ويراعى انك بتاخد اقل كمية ممكنة، ما ينفعش بقى ناخد كميات كبيرة زي الاشخاص العاديين، وطبعا يفضل تحت اشراف طبي. واتمنى اكون وضحت مشكلة من المشاكل الطبية الشائعة في مجتمعنا، ودايما بتمنى لحضراتكم الصحة والسلامة، وبشكركم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.